طالب تالت اعدادي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اول درس من دروس الوحده الرابعه في التاريخ. الدرس بتاع النهارده بعنوان خلفاء محمد علي وازدياد النفوذ الاجنبي. تعالوا مع بعض نشوف الدرس ده مع بعض. هنتكلم عن حاكم اخر من حكام مصر من اسره محمد علي وهو الخديوي اسماعيل. بيعتبر يا شباب عصر اسماعيل من ازهى واكثر فترات مصر تقدما وعمرانا، وفي نفس الوقت من اخطر الفترات على مصر بسبب التدخل الاجنبي اللي حصل في الفتره دي وتدهور المركز المالي لمصر وانهيار استقلالها السياسي. تعالوا نعرف مع بعض ده بشيء من التفصيل. هنتكلم عن مميزات عهد اسماعيل. طبعا اول حاجة في الزراعة والايه والرعي. بيقول لي يا شباب زادت مساحة الاراضي الزراعية في عهد اسماعيل، لانه قام بحفر العديد من الترع، اهمها ترعة الابراهيمية، وتم في عهده انشاء القناطر على النيل علشان يقدر يزود مساحة الاراضي الزراعية. يبقى لو جينا اتكلمنا عن الزراعة والري، هقول له زادت مساحة الاراضي الزراعية وتم حفر العديد من الترع زي ترعة الإبراهيمية، عشان لو جاء لي أكمل، وإنشاء القناطر على النيل. طب بالنسبة للصناعة، هل إسماعيل اهتم بالصناعة؟ طبعا إسماعيل اهتم بالصناعة، فأعاد نشاط العديد من المصانع اللي كانت اتقفلت، وإنشاء مصانع للسكر في الوجه القبلي في الجزء بتاع الصعيد علشان يوفر تمن أو النقل، لأن زي ما احنا عارفين إن القصب محصول صيفي بيعوز درجة حرارة عالية فبيتزرع في الوجه القبلي، فإسماعيل عمل أو أنشأ مصانع السكر في الوجه القبلي. يبقى ده بالنسبة للزراعة والري والصناعة. عندي بعد كده شباب التعليم والنهضة العلمية. إسماعيل أعاد فتح ديوان المدارس اللي كانت قفل في عهد مين؟ اللي كانت قفل في عهد سعيد باشا، اللي وزارة التربية والتعليم رجعها تاني. مش بس كده، ده كمان توسع في انشاء المدارس المختلفة. يعني تم انشا اسماعيل اول مدرسة للبنات يا شباب عام 1873 المعروفة بالمدرسة الثانية، اللي هي مدرسة الثانية دي اول مدرسة للبنات فين؟ في مصر. طبعا من اهم المنشآت العلمية اللي بنت في عهد خديوي اسماعيل دار الكتب ودار الرصد بالعباسية ومصلحة الإحصاء والمساحة والجمعية الجغرافية اللي اتبنت عام 1875. يبقى إذن التعليم والنهضة العلمية، أعاد فتح ديوان المدارس، توسع في إنشاء المدارس المختلفة زي مدرسة الثانية، أهم المنشآت زي دار الكتب ودار الرصد في العباسية ومصلحة الإحصاء والمساحة والجمعية الجغرافية. طيب نشوف مع بعض الجيش والبحرية. اهتم الخديوي اسماعيل بالجيش وتنظيمه وتسليحه ومضاعفة قوته. ده اهتم كمان بالنهضة البحرية، انه يعلم الجيش المصري ويدربهم على احدث الاساليب في القتال فين؟ في البحر. يبقى الجيش والبحرية، اهتم بالجيش وتنظيمه وتسليحه ومضاعفة قوته، واهتم بنهضة التعليم الايه؟ البحري. طيب الجزء بتاع النهضة العمرانية، شهد عصر اسماعيل نهضة عمرانية كبيرة. يجي يقولك في الامتحان دلل، ايه دليلك على الكلام ده؟ يبقى هنا عايزني يا شباب اقول له الحاجات اللي بنت العمرانية اللي بنت في عهد الخديوي اسماعيل. عندي بناء العديد من القصور زي قصر عابدين اللي موجود، انشأ دار الاوبرا المصرية، اقام الجسور والكباري، ومد طبعا خطوط التلغراف بين مختلف المحافظات، وانشأ مصلحة البريد اللي مكاتبها موجودة في القاهرة واسكندرية والاقاليم، والنقطتين دول طبعا بيندرجوا تحت وسائل الاتصال اللي اتعملت في عصر اسماعيل. يبقى بناء العديد من القصور زي قصر عابدين، وانشأ دار الاوبرا، واقام الجسور والكباري. بالنسبة للجزئية بتاعت وسائل الاتصال، مد خطوط التلغراف بين مختلف المحافظات في مصر، وانشأ مصلحة بريد مصرية لها مكاتب في القاهرة واسكندرية والاقاليم. طيب تعالوا مع بعض نشوف بقى الجزئية التانية اللي هي تأسيس مجلس شورى النواب، الحياة النيابية. عرفت مصر الهيئات شبه النيابية في مصر الحديثة أيام الفترة بتاعت الخديوي إسماعيل، حيث أسس مجلس شورى النواب عام 1866. هنا يا شباب بقى كان بداية تاريخ المؤسسات النيابية فين؟ في مصر. كان المصريين ما يعرفوش
الجزئية بتاعت الحياة النيابية والانتخابات والشورى والحاجات دي. فيعتبر مجلس شورى النواب عام 1866 هو بداية تاريخ المؤسسات النيابية فين؟ في مصر. وعرفت ايضا مصر نظام الوزارة المسؤولة عام 1878، ان يبقى عندي وزارة مسؤولة. انا عندي وزارة الزراعة وليكن هي اللي مسؤولة عن الزراعة في مصر، وزارة الصناعة دي مسؤولة وقدام الحاكم. وضع اول دستور في مصر عرف باللائحة الاساسية، يبقى في عهد الخديوي اسماعيل تم وضع اول دستور في مصر، كان معروف باسم ايه؟ كان معروف باسم اللائحة الاساسية، ما كانش معروف بالدستور، كان اسمه اللائحة الاساسية. طب بما تفسر ليه تم وضع اللائحة الاساسية؟ بهدف اقامة حياة دستورية سليمة، علشان يبقى عندي في مصر حياة دستورية، خلاص الناس عارفة ان في قانون هو اللي بيحكم البلد، كل واحد عارف حقوقه وواجباته. ولكن طبعا الدول الاوروبية مش عايزة الكلام ده يحصل في مصر، مش عايزة حياة ديمقراطية سليمة، مش عايزة يبقى فيه وزارة مسؤولة، مش عايزة يبقى فيه قانون، مش عايزة يبقى فيه لائحة اساسية. فتدخل الدول الاوروبية في هذه التطورات الدستورية اعاقها، يعني وقفها، وخلى الموضوع ده ما يمشيش، لان لو المصريين يعرفوا حقوقهم وواجباتهم هيطالبوا طبعا بايه؟ هيطالبوا بحقوقهم. يبقى هنا اعاق تدخل الدول الاوروبية هذه التطورات الدستورية. يبقى دي الجزئية بتاعت مجلس شورى النواب احنا قلناها. بيجي بقى هنا يقول لي يا شباب بما تفسر، وجه الخديوي اسماعيل حملات حربية الى الاقاليم الاستوائية في افريقيا. هنا بقى امتداد النفوذ المصري. يجي يقول لك وجه الخديوي اسماعيل حملات حربية الى الاقاليم الاستوائية في افريقيا. هنا التوسع بتاع الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل كان زي محمد علي اللي هو يعتبر جد الخديوي اسماعيل، بيحب يتوسع ويزود النفوذ بتاعه، فزود وبعت وارسل حملات حربيه الى الاقاليم الاستوائيه في افريقيا. السؤال هنا بما تفسر؟ ادي الاجابه، عشان يسيطر على مياه النيل، يبقى للسيطره على مياه النيل، وعشان يتوسع في الجنوب ويزود نفوذه جنوبا، وعلشان يمنع تجاره الرقيق اللي كانت موجوده في الوقت ده. وقدر النفوذ المصري ان يوصل الى ساحل البحر الاحمر بكامله، كلام ده عام 1875. يبقى لما يقول لي بما تفسر وجه الخديوي اسماعيل حملات حربية الى الاقاليم الاستوائية، اقول له للسيطرة على مياه النيل والتوسع جنوبا ومنع تجارة الرقيق. طيب تعالوا بقى نتكلم يا شباب على مساوئ عهد الخديوي اسماعيل. ورث الخديوي اسماعيل دولة مقيدة بالدولة العثمانية، بتتبع النظم الخاصة بالدولة العثمانية. طبعا في الوقت ده ادى لحدوث ازمة مالية في عهد الخديوي. مين؟ في عهد الخديوي اسماعيل. طب اول حاجة لازم اعرفها، ايه هي اسباب الازمة المالية في عهد اسماعيل؟ ايه هي العوامل اللي ساعدت على زيادة الازمة المالية؟ اول حاجة سياسة الاقتراض. الخديوي اسماعيل عمل مشاريع كتير في مصر، بس مع الاسف المشاريع دي كانت بفلوس هو مقترضها مستلفها من الدول الاوروبية، على عكس محمد علي. لما درسنا محمد علي عرفنا ان محمد علي كان بيعمل اكتفاء ذاتي، يعني بيعتمد على نفسه على موارد الدولة. انما عهد اسماعيل يا شباب كان بيقترض فلوس من الدول الاوروبيه. ليه؟ اهو اتبع الخديوي اسماعيل سياسه الاقتراض للوفاء بالتزاماته ومشروعاته، فده هيخلي بعد كده الديون تكتر على مصر والدول الاوروبيه تتدخل في شؤون مصر. يبقى اول سبب من الاسباب اللي ادت الى زياده الازمه الماليه هي سياسه الاقتراض. طيب تاني حاجه عندي يا شباب هي افتتاح قناه السويس. في عهد الخديوي اسماعيل تم افتتاح قناة السويس، والخديوي اسماعيل انفق ببذخ على الاحتفالات دي. يبقى قام الخديوي اسماعيل العديد من الاحتفالات لافتتاح القناة في 17 نوفمبر عام 1869، ودعا ملوك اوروبا وانفق ببذخ على هذه الاحتفالات. طبعا كانت كلها اموال مصروفة على احتفالات، صرف فلوس في حاجة مش هتجيب له عائد. هو لو الفلوس دي اتصرفت في مصانع او في مشاريع هتجيب فلوس ماشي، انما هو اتصرف على احتفالات، يعني فلوس ضايعة، طبعا مما ادى لزيادة الازمة الايه؟ المالية. يبقى تاني حاجة افتتاح قناة السويس. طب رقم ثلاثة الامتيازات الاجنبية. طب ايه هي الامتيازات الاجنبية؟ قال لي دي تسهيلات منحتها الدولة العثمانية للرعاية الاجانب، امتيازات السلطان العثماني والدولة العثمانية ادوها للاجانب. طب ليه؟ قال لي عشان يشجعهم على الاقامة والتجارة وحماية أموالهم وأرواحهم. ده فين؟ في أراضي الدولة العثمانية اللي كانت مصر خاضعة ليها.
يبقى بشجع التجار الاجانب ان هم يقعدوا في مصر ويتاجروا في مصر، فبديهم امتيازات ما بديهاش للتجار العرب. فده خلى الاجانب هم اللي سيطروا على اقتصاد الدول دي. لا، وكمان ليهم حق الرجوع للقناصلة في الشؤون التجارية والشخصية، زي ما هنشوف كمان شوية لما نيجي نتكلم عن الجزئية بتاعت المحاكم، ان لو حصل مشكلة بين تاجر اجنبي او اي مواطن اجنبي وواحد مصري او واحد او الحكومة المصرية نفسها، بيروحوا لين للقنصل بتاع الدولة بتاعته هو اللي يحكم ما بينهم. يبقى دي تالت حاجة، الامتيازات الاجنبية. عندي طبعا علاقته بالدولة العثمانية، علاقة الخديوي اسماعيل بالدولة العثمانية شباب بما تفسر. اعتمد الخديوي اسماعيل في علاقته بالسلطان على تقديم المال والهدايا. يعني ايه الجزئية دي؟ يعني الخديوي اسماعيل كان كل ما يعوز حاجة او يخلي السلطان العثماني يصدر فرمان لصالحه يبعت له هدايا ويقدم له فلوس. طبعا الهدايا والفلوس دي، ما انا عندي ازمة مالية، فلما بقدم الهدايا والاموال الى السلطان العثماني بيزود الازمة المالية اللي موجودة عندي. طب ليه الخديوي اسماعيل كان بيعمل ده؟ الاجابة هو للحصول على فرمانات قرارات من السلطان العثماني عشان يوسع بها نطاق حكمه. زي ايه؟ زي جعل وراثة العرش في اكبر ابنائه. المفروض الفرمان اللي صدر قبل كده من السلطان العثماني ودرسناه مع بعض كان بيقول ان اكبر ابناء محمد علي هم اللي هياخدوا الحكم، ولكن لما تولى الخديوي اسماعيل خلى الحكم في ابنائه هو فقط، يعني جعل وراثة العرش في اكبر ابناء مين؟ الخديوي اسماعيل، وليس في باقي اسرة محمد علي. تاني حاجة انه زيادة عدد الجيش المصري، وده طبعا اثر على الازمة المالية في مصر وزودها. طيب هتكلم دلوقتي على مظاهر ازدياد التدخل الاجنبي في شؤون مصر. انا عرفت العوامل او الاسباب اللي ادت لزيادة التدخل. طب ازاي التدخل ده زاد بقى؟ ايه هي يعني ازاي الاجانب كانوا بيتدخلوا في شؤون مصر؟ أدت سياسة الخديوي إسماعيل إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر المالية. تعالوا نشوف كده. الجدول اللي قدامنا ده بيقارن لي بالنوعين من المحاكم. الجزء الأول هي المحاكم القنصلية اللي على اليمين. اختصاصاتها إيه؟ يبقى أول جزئية عندي اختصاصاتها. المحاكم دي مختصة بإيه؟ قال لي كانت تنظر في الجرائم التي يرتكبها الاجانب ضد المصريين والحكومة المصرية. زي ما قلنا واحد اجنبي واحد مصري في بينهم مشكلة، يروح للمحاكم القنصلية اللي مين اللي بيحكم فيها؟ القنصل بتاع الشخص ده. يعني وليكن واحد مصري اتخانق مع واحد انجليزي، يروح للقنصلية الانجليزية، القنصل الانجليزي السفير الانجليزي هو اللي ايه؟ هو اللي بيعين شخص او هو اللي بيحكم ما بينهم. فطبيعي هيحكم لمين؟ هيحكم لابن بلده اللي هو الانجليزي. طب مساوئها ايه؟ المحاكم القنصليه دي كانت ايه هي مساوئها؟ قال لي كانت احكامها لا تستأنف الا في الخارج. في حاجه في القضاء اسمها استئناف، يعني الحكم اتحكم انا مش عاجبني الحكم ده عايز اعيده، يقول لي ما فيش مشكله عايز تعيد الحكم، بس الحكم ده هيتعاد بره بقى في محكمه في انجلترا. طبعا ده بيؤدي الى ان المصريين بيتنازلوا عن حقوقهم. يبقى كانت احكامها لا تستأنف الا في الخارج، مما ادى الى تنازل المصريين عن حقوقهم. طيب نيجي لجزئية تانية وهي المحاكم المختلطة. الخديوي اسماعيل شاف ان المحاكم القنصلية فيها ظلم للمصريين، فاصدر الخديوي اسماعيل امر وقرار عام 1875 بانشاء المحاكم المختلطة. لو جه قال لك بما تفسر للخديوي اسماعيل عمل كده؟ الاجابة للحد من مساوئ المحاكم القنصلية عشان يقلل مساوئ المحاكم القنصلية. طب المحاكم المختلطة ايه هي اختصاصاتها؟ مختصة بايه؟ قال الفصل في القضايا المدنية والعقارية بين المصريين والاجانب، فصل المنازعات بين الاجانب والحكومة المصرية. طب ايه مساوئها؟ قال لي اسمها مختلطة. ليه مختلطة؟ قال لي عشان القضاء اللي فيها في قضاء مصريين وقضاء اجانب، يبقى اذا القضاء هنا مختلطين، قضاء مصريين وقضاء اجانب، عشان كده سميتها المحاكم المختلطة. ولكن رئاسة القضاء كانت للاجانب، يعني الامر في النهاية او الكلمة العليا لمين؟ للقضاء الاجانب. ده كمان تدخلهم في سلطة القضاء التشريعي في القوانين اللي بيتم تشريعها، وطبعا كانوا بينحازوا الى الاجانب. يبقى الانحياز لمين؟ الانحياز للاجانب. يبقى ده هنا مقارنة بين المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة. طيب عندي بعد كده بعثة كيف في ديسمبر عام 1875. الخديوي اسماعيل عرض على بريطانيا ارسال موظف كفء بما تفسر. ليه؟ عشان الاوضاع المالية في مصر عمالة تزداد سوء، كانت سيئة
وعماله تزداد في السوق. فالخديوي اسماعيل بعت لبريطانيا قال لهم طب ما تبعتوا لنا موظف عنده خبره في اداره الشؤون الماليه علشان يجي ويدرس الاوضاع اللي موجوده الماليه بتاعتنا اللي في مصر ويقول لنا ايه الحلول. يبقى لو قال لي بما تفسر للخديوي اسماعيل طلب من بريطانيا ده اهو لدراسه اسباب سوء الاوضاع الماليه في مصر وتقديم المقترحات لعلاج الازمه الماليه. وفعلا البعثه بريطانيا بعثت بعثة برئاسة مستر كيف، عشان كده سميت ببعثة كيف. جت البعثة ودرست الأوضاع المالية، اقترحتها قال لي إنشاء إدارة للمراقبة المالية يرأسها موظف إنجليزي. قالوا احنا نعمل إدارة عشان تراقب الفلوس الأموال بتاعت مصر، والإدارة دي المسؤول عنها هيبقى موظف إنجليزي. تاني حاجة قال لا يعقد الخديوي قرض الا بموافقة ادارة الرقابة المالية. الخديوي اسماعيل ما ياخدش اي قرض من اي دولة ولا من اي مكان الا لما الادارة دي بتاعت الادارة المالية توافق له على القروض. يبقى دي ايه؟ مقترحات بعثة كيف. طيب عندي بعد كده يا شباب صندوق الدين في مايو عام 1876. كل دي قرارات الخديوي اسماعيل عمال بياخدها علشان بيحاول يحسن الاوضاع المالية. صندوق الدين في مايو عام 1876، ايه هو صندوق الدين ده؟ بيقول لي يا شباب اصدر الخديوي اسماعيل مرسوما برضو بانشاء صندوق الدين الذي بيعتبر بمثابة خزانة فرعية للخزانة المصرية. كل دولة ليها خزنة بتاعتها. الخديوي اسماعيل اصدر قرار بانشاء حاجة اسمها صندوق الدين، ده اكنه خزنة صغيرة، خزنة فرعية للخزنة المصرية. طب دي شغلتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ قال لي طبعا بيتولى ادارتها مندوبين اجانب بتنتدبهم الدول الدائنة. الدول اللي ليها فلوس عند مصر وليكن انجلترا وفرنسا، يبقى انجلترا هتبعت مندوب وفرنسا هتبعت مندوب، الاتنين دول هم اللي مسؤولين عن صندوق الدين. طب وظيفته ايه؟ مهمته ايه؟ قال لي مهمته تسليم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المختلفة. يبقى المصالح الموجودة في مصر المختلفة عليها على كل مصلحة ان هي ترسل جزء من الفلوس بتاعتها للصندوق ده علشان يسد ديون اللي على الدولة. طبعا الاشراف على تسديد الديون لاصحابها، يبقى المفروض بقى المندوبين دول ياخدوا الفلوس دي اللي موجودة في صندوق الدين ويروحوا يسدوا بيها الديون. يبقى ده مهام صندوق الدين اللي انشئ عام 1876. يبقى تسليم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المختلفة والاشراف على تسديد الديون لايه؟ لاصحابها. يبقى هو بيسلم الفلوس لاصحاب الديون. طيب برضو الاوضاع المالية فضلت سيئة، فاللي هيحصل عندي هنا المراقبة الثنائية. الدول الأوروبية اقترحت فرض الرقابة الأوروبية على المالية المصرية. يعني ايه؟ الأوضاع في مصر من الناحية المالية عمالة تسوء، فالدول الأوروبية قالت خلاص احنا هنعين شخصين، واضطر الخديوي اسماعيل انه يوافق على قرار الدول الأوروبية، وفعلا اصدر مرسوم عام 1876 بتعيين مراقبين على المالية، اتنين، عشان كده سميت بالمراقبة الثنائية، لان في كم واحد بيراقب؟ في اتنين بيراقبوا، واحد بريطاني مراقب بريطاني ودوت للإيرادات للفلوس اللي بتخش الدولة، ومراقب فرنسي للمصروفات للفلوس اللي بتتصرف. يبقى عندي مراقب بريطاني للإيرادات الفلوس اللي بتدخل، ومراقب فرنسي للمصروفات. يبقى دي المراقبة الثنائية، ده طبعا تدخل واضح في الشؤون المصري والشؤون المالية والشؤون الداخلية لإيه؟ لمصر. طيب عندي بعد كده لجنة التحقيق الأوروبية. المراقبين دول طلبوا بإنشاء لجنة دولية لأن الأوضاع المالية عمالة تزداد سوء للتحقيق في جميع الشؤون المالية والإدارية. يبقى لما يجي يقولك بما تفسر للمراقبين طالبوا بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جميع الشؤون المالية والإدارية، أقول له بسبب ازداد الأمور المالية سوء وارتباك. وفعلا وافق الخديوي إسماعيل وأصدر مرسوم بتأليف لجنة التحقيق اللي هي بقى سميت بلجنة التحقيق الأوروبية عام 1878. وجات اللجنة وحققت وكان ليها مطالب. إيه هي المطالب دي؟ تعالوا نشوف مع بعض. واحد، أن يتنازل الخديوي عن سلطته لوزارة مسؤولة عن الحكم في البلاد. يبقى الخديوي إسماعيل يتنازل عن السلطة بتاعته المطلقة لمين؟ لوزارة، تبقى الوزارة دي هي اللي مسؤولة. اتنين، يتنازل الخديوي عن أطيانه، أطيانه هنا الأراضي والممتلكات بتاعته، بتاعت أسرة محمد علي، ووضعها تحت الرقابة الدولية مقابل إيه؟ مقابل مخصصات مالية تصرف لهم، يعني كل شهر كده يديهم جزء من الفلوس من الأموال عشان يقدر يصرف منها.
يبقى دي كانت مطالب لجنة التحقيق الأوروبية. يبقى لازم خلي بالكوا أفرق بمطالب بعثة كيف ومطالب بعثة ومطالب لجنة التحقيق الأوروبية. يبقى المطالب بتاعت لجنة التحقيق الأوروبية أن يتنازل الخديوي عن سلطته لوزارة مسؤولة عن الحكم في البلاد. اتنين، يتنازل الخديوي عن أطيانه ووضعها تحت الرقابة الدولية مقابل مخصصات مالية تصرف له. طيب طبعا الخديوي اسماعيل هيوافق، وبعد اتفاق بين الحكومتين البريطانية والفرنسية اصدر الخديوي اسماعيل قرار بتشكيل وزارة مسؤولة بناء على ايه؟ لجنة التحقيق العليا الاوروبية. مين بقى اللي مسؤول عن الوزارة دي؟ نوبار باشا. نوبار باشا، والوزارة دي احتوت على وزيرين اجنبيين، يعني كان فيها وزيرين. تخيلوا وزارة مصرية في دول على ارض مصرية وفيها وزيرين اجنبيين، وزير بريطاني للمالية ووزير فرنسي للاشغال. يعني بدل ما يبقى مراقب للايرادات ومراقب للمصروفات زي المراقبة الثنائية، لا اصبح وزيرين، وزير بريطاني للمالية ووزير فرنسي للاشغال. طبعا الشعب المصري مش هيوافق على الكلام ده، وهيبتدي بقى يوجه انتقاداته للوزارة دي. اهو وجهت الحركة الوطنية في مصر الانتقادات للوزارة المختلطة. طبيعي الحركة الوطنية والمصريين ورجال السياسة في مصر وجهوا الانتقادات، رفضوا الوزارة دي، ازاي يبقى فيها وزيرين اجانب؟ فقام الخديوي اسماعيل باقصاء الوزيرين الاجنبيين. يبقى النتيجة مترتبة على بقى ان الحركة الوطنية وجهت الانتقادات للوزارة المختلطة، قام الخديوي اسماعيل باقصاء الوزيرين الاجنبيين، ابعدهم، شالهم من الوزارة، واصدر مرسوم في ابريل عام 1879 بتسوية الديون طبقا للائحة الايه؟ الوطنية، اللائحة الاساسية. بقى قال شوف اللائحة الاساسية بتقول ازاي الديون دي تتسدد واحنا هنسددها خلاص. وهنا طبعا ادى ذلك الى تدخل الحكومة البريطانية والفرنسية وضغطت على الدولة العثمانية، فاصدر السلطان فرمان عام 1879 بخلع الخديوي اسماعيل وتعيين ابنه توفيق مكانه. شكرا وسلام.